اليوم عقدنا فعاليات اجتماعية ونقابات ولجان شعبية مؤتمرا صحفي للتنديد بالتجاوزات المستمرة للجانب الكويتي على المياه العراقية الإقليمية، وأيضا طالبنا وزارة الخارجية أن يكون لها موقف واضح وصريح اتجاه هذه التجاوزات، خصوصا وزير النفط العراقي يوم أمس ذكر في أنه قدم مذكرة إلى وزارة الخارجية من أجل إحاطة وزارة الخارجية على التجاوز الأخير. نعتقد أن مثل هذه الوقفات ومثل هذه التجمعات هي هدفها الضغط على المشرع العراقي والضغط على وزارة الخارجية العراقية من أجل اتخاذ مواقف مهمة للحيلولة دون توسع أكثر من الجانب الكويتي. لا زالت الكويت والسلطات الكويتية تتعامل مع الشأن العراقي البحري كأنه غنيمة ومغنم للكويتيين، وهذا بحد ذاته خطير جدا. أيضا نحث السلطات الكويتية أن لا تستمر بهذا السلوك ولا تستمر بهذه السياسة، لأنها قد تقع فتنة كبيرة بين الشعبين الشقيقين. حقيقة بعد الاعتداءات المتكررة من الجارة الشقيقة الكويت، ارتأت هذه الثلة الطيبة من مشايخنا الكرام في محافظة البصرة بإقامة مؤتمر لوجهاء محافظة البصرة للتنديد بهذه الخروقات المتكررة، لأنه تعرف أنه تمس مساس كبير باقتصاد العراق، خصوصا أنه الكويت بصدد إنشاء ثلاث جزر وهي ما تسمى بالنوخذة، أيضا إنشاء ميناء باتفاق مع السعودية، وجاهلوا للأسف العراق، ولكن في آخر الأوقات تداركوا ودعوا إيران إلى هذا المؤتمر ولم يدعوا العراق. فهذه نقطة سوداء تسجل في تاريخ العلاقات الدولية، وبنفس الوقت أنه نطالب الجهات المعنية سواء وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء أو نواب البصرة والحكومة المحلية باتخاذ موقف صادق وحازم، لأنه دائما نقول الله سبحانه وتعالى يرحم ولكن التاريخ لا يرحم. فارتئينا أنه يكون هناك تشكيل لجان، وسوف إن شاء الله يكون هناك أكثر من مؤتمر، وإذا لم تستمع الحكومة المحلية أو رئاسة الوزراء وزارة الخارجية المطالب هذا الشعب المظلوم والمغلوب على أمره، سوف تكون هناك مظاهرات على مستوى البصرة والمنطقة الجنوبية والعراق عموما. هذا المؤتمر مؤتمر ناجح، ودعونا جزاهم الله خير، بينا معاناتنا ومعاناة الصيادين، والمؤتمر يعني انطرحت به قضايا هواي من قبل الشيخ يعرو، من قبل الشيوخ، من قبل الكابتن، من قبل الناس، لأنه طرحوا قضايا المتعلقة بالعراق والمهمة للعراق. هذا نسأل الحكومة بأنه يستجابون لهذا المؤتمر حتى تصير به ثمرة. إذا ما صارت به ثمرة شنو فائدة المؤتمرات؟ المؤتمر من ينعقد ويصير والناس تجي وتتعب غير يريد يحصلون على ثمرة. ناشد الدولة بأنه يكون هذا المؤتمر ينجح ويحصل ثمرة، مؤتمر ممتاز. أنا والله طالبت على مونة الصيادين حماية الصيادين، لأن أنا مسؤول عن الصيادين، رئيس جمعية الصيادين، ومعاناة الصيادين هواي. ما يتعدى يوم عندنا ماكو اعتداء من الكويت وإيران على الصيادين، والصيادين يدري بخور عبد الله مياه عراقية، مياه العموية يدري بها عراق، هذا يداعي يقول مياه كويتية، وذاك يداعي مياه إيرانية، والصياد ظال محتار والإهانات مستمرة عليه. ناشدنا الدولة 100 مرة، ناشدنا الدولة ولا زد آلاف المرات، ماكو استجابة لا من الدولة ولا من المحافظ ولا من رئيس وزراء ولا من أي واحد. تدري ليش؟ لأنه الصياد ما عنده حزب، لو عنده حزب يدافع له عنده بس الله. ونحن شيوخ وجهاء محافظة البصرة على تداعيات الأمور اللي قاعد تحدث في الوقت الحاضر وحتى السابقة من التجاوزات من قبل سياسة النظام الكويتي، بين الحين والآخر نسمع بعض التجاوزات والخروقات، وناشدنا أكثر من مرة وطالبنا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية، لكن للأسف الشديد كان موقف فقير وخصوصا من وزارة الخارجية. فنحن كشيوخ ووجهاء ونقابات وشخصيات محافظة البصرة خصوصا بالجنوب هنا، احنا مستعدين انه اذا نشوف الدولة شنو ردود فعل الدولة كرئاسة وزراء وكوزارة داخلية وكوزارة نقل وكوزارة خارجية، لانه هذه سياسات خاطئة. احنا ما عولنا انه لملم جراحنا مع اخواننا الشعب الكويتي، لكن للأسف الشديد هنالك اجندة خارجية امريكية اسرائيلية قاعدة
تطبق من خلال النظام الكويتي على أراضي العراق. اليوم مؤتمر الصحفي اللي أقامه مجلس شيوخ عشائر البصرة هو تجمع شعبي لدعم مساعي الحكومة العراقية ومطالبة وزارة الخارجية بفتح قنوات دبلوماسية عن طريق هيئة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الدولية لإيقاف الخروقات الكويتية تجاه مياهنا الإقليمية. سبب هذا المؤتمر هو إعلان الكويت عن استكشافات نفطية داخل المنطقة الاقتصادية مياه عراقية بحتة، وبالتالي من حقنا كشعب أن نرفض هذا التصريح أو نرفض هذا الإعلان، ونطالب وزارة الخارجية ونطالب الحكومة العراقية بدعم اللجان المختصة بإيقاف هذه التجاوزات، لأنها ستؤثر سلبا على التجارة البحرية العراقية إذا ما أغلقت البصرة بحريا تماما.